طبعا أهمية المحاكاة في التعليم الطبي تنبع من أن هنا المرضى في هذا الزمن أصبحوا يتكلمون عن حقوقهم، بمعنى أنهم لا يريدون أن الطلاب يتعلمون على المرضى، وبالتالي أصبحت هناك حاجة ماسة لزيادة المحاكاة في التعليم الطبي لتقليل الاعتماد على التعليم على المرضى. توجد عدة نماذج مختلفة، نماذج للجراحة، للباطنة، للنساء والولادة، جميعها يمكن التعلم عليها، كما يمكن عمل امتحانات للطلاب في المحاكاة في التعليم الطبي. معمل كهذا يعد المعمل الأول في المملكة وفي الخليج أيضا، حتى قد يكون نموذج يقتدى به في وضع معامل في المحاكاة في الجامعات السعودية. هذه الأجهزة عادة تكون باهظة الثمن، ولكن حقيقة إذا ما نظرنا إلى المردود الذي استفاد منه الطلاب سواء كانوا في طلاب البكالوريوس أو الدراسات العليا، فإن الثمن يعتبر قليل بالنسبة للفائدة الموجودة منه، وإلا فهذه الأجهزة تعد بالملايين. كلية الطب ومنسوبيها حقيقة يشكرون معالي مدير الجامعة وإدارة الجامعة على هذا الدعم السخي الذي تلقته هذه الكلية لتصبح في مصاف كليات العالمية. وتجدر الإشارة هنا أن كلية الطب تسعى الآن لعمل اتفاقية مع جامعة وستر يونيفرستي، جامعة وستر في كندا، لهذا الغرض، لرفع مستوى معمل المهارات السريرية والمحاكاة في التعليم الطبي، لعمل مركز كبير يمكن الاستفادة منه سواء في منطقة حائل أو للطلاب والطالبات من خارج المنطقة. ما يميز معمل أو مركز المهارات السريرية المطور في كلية الطب جامعة حائل حالياً هو وجود احتوائه على كل الأقسام السريرية الطبية في التخصصات المختلفة، من بينها تخصص الجراحة العامة وجراحات التنظير الجراحي، والتي بإمكان تدريب الطلاب على مهارات الطبية الجراحية الأساسية، وفي نفس الوقت تدريبهم على المهارات الأساسية في التنظير الجراحي، والاستفادة من الأجهزة الموجودة في عقد دورات تدريبية للخريجين أو الأطباء المتخصصين بالجراحة. يحتوي المعمل أيضا على قسم كامل بأمراض الأطفال والنساء والولادة، يحتوي على أربع مرضى في حالات مختلفة، ومريضة في حالة الحمل بإمكان متابعة الحمل فيها، وبإمكان في نفس الوقت متابعة الولادة بمراحلها المختلفة. أيضا هنالك قسم كامل بأمراض الرجولة أو بأمراض الكبار بتخصصات الجراحة وتخصصات الباطنة ومتابعة الحالات الحرجة وطب الطوارئ والعناية الحديثة والمكثفة. الطالب يمر على المعمل ابتداء من السنة الثانية كلية الطب، ويتطور العمل مع الطالب في المعمل مع كل عام دراسي إلى تخرجه ومرحلة الامتياز، وبذلك نضمن إنشاء جيل جديد من الطلاب بإمكانهم التعامل السهل جدا مع أجهزة الجيل الثالث والمحاكاة الطبية، بما يضمن تدريبهم في وضع صحي آمن بعيدا عن المشاكل والأخطاء الطبية التي نتوقعها. هذا بالأكيد يشكل إضافة كبيرة للعمل السريري المتواجد أصلا والذي يقوم به الطالب أثناء السنة الدراسية في المستشفيات والتدرب مع المرضى الحقيقيين.